ما أجمل التكبيرات في هذه الأيام، أصلحوا بها أصواتكم لتستشعر قلوبكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذه الأيام يجب أن نكثر من التكبير، فأسأل الله أن يعمر أوقاتنا كلها في هذه الأيام العشر بالتكبيرات والشكر والحمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.